أكلة ممكن تعملوها لو عندكم عزومة، مدفون الدجاج، من الأكلات المنتشرة في عالمنا العربي وأبدع فيه إخواتنا أهل الخليج. بينا نعملها وفي حلة عادية من غير حلة الضغط. يلا بينا يلا بينا. معانا الفراخ بتاعتنا بعد ما روقناها وغسلناها تمام بالملح والخل والليمون علشان نتخلص من اي زفاره، ونبدا نجهز التتبيله بتاعتنا. معانا 5 حبات من الطماطم متقطعين بالشكل ده، مع 2 قرن فلفل حار، واللي مش حابب الفلفل الحار ممكن استبداله فلفل روم، وعليهم 5 فصوص من الثوم. ننزل عليهم ببصله كبيره وننزل بيهم على الخلاط بتاعنا على طول. وبعد ما ضربناهم في الخلاط بالشكل دوت، ننزل ب2 معلقة كبيره من صلصه الطماطم، عليهم بنص كوبايه من زيت الزيتون او زيت نباتي. نبدا نضيف التوابل بتاعتنا. معانا 2 معلقة صغيره من الملح، عليهم 2 معلقة صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، على معلقه صغيره من الكاري، ومعلقه صغيره من الكركم، عليهم معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره كمون، مع نص معلقه صغيره قرفه، واخيرا معلقه صغيره من الحبهان المطحون. ونديهم كلهم تقليبه مع بعض. نبدأ ننزل بنص التتبيلة بتاعتنا على الفراخ ونقلبها كويس ونسيبها على جنب. بعد ما ننزل في الحلة ب3 معالق كبار من الزيت، ونبدأ نجهز فرشة الخضار بتاعتنا. معانا 2 بصلتين كبار متقطعين حلقات بالشكل دوت، نبدأ نرصهم في الحلة بتاعتنا بالشكل ده، على 3 حبات بطاطس متقطعين. وننزل ب3 حبات من الفلفل الألوان ونوزعهم تمام. وأخيرا ننزل بالفراخ بتاعتنا مع بقية التتبيلة بدون مية. ونرفعهم على النار. اول ما يبدا الغليان نهدي النار ونخليها على نار متوسطه علشان الفراخ تستوي بدون ما ميتها تنشف مننا، ونغطيها تمام. بعد ما نزلنا في الحله بالميه، ومش مهم المعيار علشان هنسلق الرز، ورق لوري او ورق غار، ننزل بعود قرفه مع الليمون الناشف والحبهان والقرنفل، مع معلقه صغيره من الملح ومكعب مرق الدجاج، وده اختياري، واللي ما ضافش مكعب مرق الدجاج يخليهم 2 معلقة ملح. وننزل بكيلو من الرز بعد ما غسلنا الرز تمام وتشطف اكتر من مرة. ننزل ب3 معالق كبار من الزيت، ومش عايزين ندوس على الرز بتاعنا في التسوية. بعد ما الرز اتسلق نبدأ نصفيه تمام من المية، ونبص على الفراخ. واول ما توصل للشكل ده وتكون داخلة على التسوية، ننزل بالرز بتاعنا عليه بمعلقة صغيرة من بودرة الزعفران ومعلقة زبدة، ونسيبهم يكملوا تسوية على نار هادية لمدة 10 دقايق. وده الشكل النهائي، والطعم وهمي وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان بيكم بنكمل وبدعمكم بنستمر. سلام.